محمود الخطيب لعيب هاي، لعيب فجر، بيعيد صالح سليم. اللعيب بيعرف اللعيب اللي زيه ويجيبه كرم. احبه يعني، جه وضع بتاعه، ولا كان عرفني ولا انا اعرفه، وانا كنت اعرفه وانا بشوفه في الملعب، لكن ما كانش في علاقه بينه وبينه. لكن يعني لما كرمنا انا قدرته يعني هو التكريم لينا وليه لما يبطل كمان تاني، يعني هو عمل قاعده يشكر عليها. انا عجبني مرتده تصوير هي روح نادي الاهلي صحيح، يعني نادي الاهلي بيلعبوا لاخر وقت، ما فيش لحد ما استفرت النهائي اتصاب. فتلاقي معظم اهدافه بتيجي في الوقت الضايع. لا انا اصلا كان من جريبته كنت راقص كويس قوي، يعني انا كنت افوت كويس قوي، دي كانت مهارتي. خبرك ازاي؟ يعني العب هيدز كاي حاجه، وخبرك ازاي؟ لكن الترقيص ده كان مهنتي، ولذلك كان كل الباكات انزل ينزلوا معايا تحت، لحد تحت. كنت بفوت كويس، كان حاجه يعني ما من عند ربنا كده، تمشي الرأس كده. تعلمنا في النادي الاهلي كل حاجه كويسه، تعلمنا النظام، وتعلمنا الادب، احترام الناس، عدم التعالي، روح الفدانه الحمراء، ان النادي الاهلي بيلعب لاخر دقيقه. فلنا دي رمز يعني، الناس قالوها كده.